شكرا، نورتي مسرحنا الليلي. كيف لقيتي البرنامج وكيف شفتي المشتركين وطبيعة أدائهم؟ عجبتي؟ جننوا. برنامج عن جد كثير حلو، لأنه برنامج جديد من نوعه، في ثقافة للمذيع، لأنه المذيع بده يكون كثير كاريزما، كثير ذكي، كثير كاتشي. فنحن بحاجة ليكون عنا مذيعين مثقفين، وبرنامج كثير جيد لأنه الأول من نوعه. صارت كل البرامج مثل بعضها، فمميز جدا. شكرا. وأنت طبعا خضعتي لاختبار بأول البرنامج وكنت كثير متميزة. هلا منى عطتني اوكي، ليلى عطتيني اوكي على ال كمان توني ما بقى يا عمي انت حجي معترض معترض. انا بنصحك، انا بنصحك ببرنامج طبخ توني. ليه انت شايفني انا كل هلا بشرفكم؟ ليلى هذا سقطت فيه، ليلى سقطت فيه، هيدا سقطت، ليلى لحظه لحظه هيدا سقطت. اسمعي ليه، ما اسمعي ليه، خليني كمل ليش يا توني، خليني كمل. لازم تعملي برنامج طبخ لتعلمي الستات شو يعملوا طبخ تضل اجسامهم هيك. ايوه طب لكن نجحت فيه. باسكال انت رقم 15، خير عليكي. البوم باسكال 2015 عم يتصدر الالبومات وعم ياخذ اعلى ريتنج. شو تحضيراتك الجديده؟ هو ألبوم خليجي لهجة بيضاء، يندقدق الألبوم اللي نزلنا فيه واللي سمعناها لما رقول. ألبوم بعيد الأضحى مصري لبناني، لح يكون على رد بعيد الأضحى تقريبا، خلص لمسات الأخيرة. تمام، نتمنى لك التوفيق. شكرا لك. مرسي لك، نورتي مسرحنا. ثانك يو. مرسي للجنة، مرسي للجمهور، وإن شاء الله ان شاء الله ايام ان شاء الله ايام الجايه تكون على كل وطن العربي بالسلام والمحبه والحب، ونضلنا فرحانين هيك لنفرجي انه نحن اقوى من مين. من مين بالاول قلت دنمارك. برافو، تصبح على خير. شكرا، نتمنى لك التوفيق. شكرا، شكرا جزيلا. مباشره بعد البريك ترقبوا اللحظه الذهبيه والزابينج، خليكم معنا.